امرأة محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم المحادة لها رد كلام باللسان على الباب وكلام على الهاتف ما يكلم، لا حرج عليها في ذلك مثل غير هذا النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة ترد عليهم تكلمهم، ضرب الباب من الهاتف من تسأل ماذا يريد، إذا كان تعرفه سألته عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك. المحاد طواعي أمور خمسة، جاء الشرع عن طواعي أمور خمسة المحادة المتوفى عنها. يعني الأمر الأول تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن جديد، لأن الرسول أمر البقاء في البيت إلا من علة مثل البيت يطيح أو مستأجر أبواه يأجرونه أو ما عندها أحد يولد تخشى على نفسها كفى بالآخرة. أما ما دام البيت يستقر من يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من العدة. إلا لها الخروج من حاجة من خروج الطبيب وخروج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس غير جميلة، يعني رسول الله عن ثوب الأصبع عن الملابس الجميلة، تلبس الأصبع غير جميلة، أسود أو أخضر أو أزرق نحو ذلك غير جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب الأطياف، لا تطيب إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، إذا ظهرت من الحيض لها أن تستعمل بعض البخور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي، لا أسوار ولا قلائد ولا خواتم، تترك الحلي لأن رسول الله عنها. الخامس أمر فعل لا تفتحل ولا تتحنى تضع الحنة لأنه جمال، فلا تفتحل عينها ولا تتحنى في يديها ونحو ذلك لأنه من الجمال، وهكذا المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه خمسة أمور تجنبها المحادة، وما سواها مثل الناس، ما سواها مثل الناس تسمع الإذاعة مثل إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن نور على الدرب، ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن نور على الدرب لأنه مفيد. أما التلفاز في خطر، التلفاز في خطر تجنبه أولى وأسلم، لكن مثلا إذا سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع ندوة مفيدة أو سمع أخبار مهمة ولا يضره، لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي ومسلسلات الضارة لا يسمعها ولا ينظر إليها، يغلقها.